الفصائل المسلحة ومستقبل الفصائل المسلحة الموالية لإيران على نعم مستوى العراق وسوريا في ظل الضربات الإسرائيلية التي تحدثت أنت عنها، في ظل المفاوضات النووية التي يأتي نعم جزءا من ملفاتها قضية الميليشيات الموجودة في المنطقة، كيف تقيمون قضية تواجد هذه الفصائل في المستقبل؟ هل نحن أمام بداية لنهاية هذه الفصائل؟ قد تحتاج بعض السنين، ولكن هذه هي البداية ونحن نشهدها الآن. الجواب البسيط في دقيقة واحدة كما حضرتك ما قلت، نعم أنا أعتقد أنه هذه العملية تحتاج إلى وقت معين، ربما كمان سنوات، ولكن نحن في بداية تخفيف، وفي المستقبل أنا أعتقد إلغاء أو على الأقل تخفيض خطورة هذه الميليشيات داخل العراق، والمسؤولية، وهذه نقطة مهمة جدا، المسؤولية في إيدي العراقيين أنفسهم، لا في أمريكا، لا في إسرائيل، لا في أي مكان آخر. الحقيقة إنه العراقيين هم الذين، أغلبية العراقيين والحكومة العراقية هم الذين يريدون القضاء على هذه الميليشيات التي تتحرك خارج القانون، خارج السيادة العراقية، وخارج المصالح الحقيقية العراقية لنعمل الهدوء الداخلي والعلاقات الجيدة مع كل دول الجيران ودول العظمى في العالم.